السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده يا رب كل سنه وحضراتكم طيبين النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كعك العيد هنعمله النهارده على البارد بطريقه سهله جدا ومكوناته بسيطه واقتصاديه مش مكلفه ولا اي حاجه خالص وهتعملي ما شاء الله من كيلو دقيق هتعملي 2 كيلو كعك باذن الله انا النهارده طبعا عامله 2 كيلو دقيق فما شاء الله انا عامله كميه كبيره هوريها لكم واحنا شغالين مع بعض اثناء الفيديو آه مقاديره سهله وبسيطه وطعمه فعلا تحفه ودايب جدا وكمان زي ما قلت احنا عاملينه على البارد يعني ما خدناش وقت خالص في العمل بتاعته يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده مع بعض ونشوف الخطوات بتاعتنا عباره عن ايه بس طبعا لو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك اول حاجه معانا كيلو سمنه سمنه عاديه خالص جبتها ولا كنت حاطاها في التلاجة ولا اي حاجه خالص حطيتها على طول في الطبق اللي انا هشتغل فيه تمام كيلو سمنه اي نوع سمنه انت حباه بعد كده بقى هجيب طبق هاخد منه يعني اربع معالق بس كده عشان خاطر انا جايبه السمسم ني فعايزه طبعا احمره ما ينفعش احطه ني على الكعك لازم يكون محمر لو انت جايبه السمسم محمر جاهز خلاص تمام هتحطي معلقتين على طول في في بعد بنحطها عن الدقيق مش دلوقتي فانا هاخد بس معلقتين كده احطهم على جنب عشان احمرهم واحطهم ان شاء الله على الدقيق يعني مش هحمرهم دلوقتي تمام هنا بقى رجعنا تاني للسمنه بتاعتنا السمنه بتاعتنا هحط عليها كام اربع معالق سكر طب انت ليه يا جيهان حاطه اربع معالق سكر ده قليل لا مش قليل عشان خاطر لسه كمان هنحشيها ملبل او عجوه او كده فمش عايزه كميه السكر تبقى كتير في الحاجه فحطيت الاربع معالق سكر طبعا سكر مطحون مش سكر خشن عشان يدوب معاكي على طول وما ياخدش وقت ويتعبك بعد بقى ما قلبتهم كويس جدا كده مع بعض بقى زي الكريمه كده نزلت عليه بالدقيق زي ما انت شايفه حطيت ال كيلو دقيق زي ما قلت هنا بعد حطيت ال كيلو دقيق هضيف بقى معلقه ممسوحه من البيكنج باودر معلقه كبيره ممسوحه من بيكنج باودر احط كمان معلقه تاني عشان كل كيلو عليه معلقه ممسوحه بيكنج باودر يبقى انا كده حطيت معلقتين حلو كده تمام بعد كده بقى هنا بقى انا مش هحط النهارده ريحه الموز ريحه آه الكعك انا حطيتها السنه اللي فاتت حبيت السنه دي اغير فحطيت ريحه الموز على الكعك بصراحه كانت فكره حلوه اوي قوي عجبتني انا قلت اغير موضوع ريحه الكعك بحس اللي هي بتسود الكعك والكلام ده كله فغيرتها بس النتيجه فعلا عجبتني جدا هنا بقى انا جبت السمنه زي ما قلت كنت بحمر السمسم فيها اهو زي ما انتم شايفين يعني مش تحمريه تحمير جامد يعني يا دوبك ياخد لون بس وكمان حطيت رشه ملح وفي مقطع كده مسح من عندي حطيت معلقتين صغيرين خميره فوريه حطيتهم برده مع البيكنج باودر والملح والسمسم وكل المكونات بتاعتي وقلبتهم كده مع بعض وبعد كده بدات بقى ابس العجين بتاعنا بالشكل ده لازم لازم مرحلة البس دي ما تستهونيش بيها ده من نجاح الكعك بتاعك عشان يطلع دايب ويطلع زي بتاع بره بالظبط بتاع المحلات لازم تبسيه كويس جدا كده طبعا أنتي بقى لو عندك اللي هي العجان هتبسيه في العجان تمام هيبقى سهل عليك الموضوع ما عندكيش هتبسيه بالشكل ده من خمس دقايق لعشر دقايق بس طبعا الافضل تخليها عشر دقايق تمام كده بعد بقى ما بسيته خلاص كويس جدا كده السمنه والديه والمكونات بتاعتنا كلها رحت جاية بقى دلوقتي عملتي ايه حطيت كوباية لبن وكوباية مية بس طبعا وانا بحط كوباية اللبن برضو المقطع ده اتمسح من معايا معلش سامحوني والله مقاطع كتير قوي اتمسحت وانا زعلانة جدا بس مش عارفة اعمل ايه ف يلا الحمد لله كنت انا شغالة تحت عند والدتي والعيال كانوا بيصوروا فكان يعني الحمد لله كويس إن احنا طلعنا بأي حاجة كده الحمد لله يعني بحاول اظبط لكم الدنيا كده هنا بقى بلم العجينه بتاعتي بالشكل ده بقى طبعا احنا مش بنعجن احنا بنلم العجين بس تمام بايديكي كده وتبداي تلم العجين لغايه العجينه بتاعتك ما تبقى عامله قطعه واحده كده وتلاقيها متماسكه وطريه يبقى كده خلاص مظبوط معاكي وتمام اهو زي ما انت شايفه انا بدخل العجين كله كده جوه بعضه وبلمه بس كده بعجن تمام فضلت اعمل كده لغايه لما اتلمت معانا بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفاها ماشي كده زي ما قلت لك حطيت كوبايتين ميه يعني على كل كيلو دقيق حطيت كوبايه ميه آه ممكن تستبدليها زي ما انا استبدلت كده كوبايه لبن وكوبايه ميه ممكن الاثنين يبقى ميه عادي خالص زي ما انت عايزه ممكن الاثنين يبقوا لبن بس الافضل يعني تخلي واحده لبن وواحده ميه هنا بقى نبدا نعمل مع بعض الحشو بقى اللي هو عجوه وملبل حسب ما انت عايزه ممكن تعملي مكسرات كمان آه حطيت على الملبل معلقه السمنه وشويه سمسم وبدات بقى ايه ادعكهم كده مع بعض كويس جدا كده عجنهم. تمام وبرضو بالنسبه برضو للعجوه نفس الحكايه حطيت برضو عليها معلقه السمنه وكمان شويه سمسم وبرده هبدا كده برضو الليمون كده مع بعض خلاص كده بقى تمام وزي الفل هبدا بقى ايه اكورهم بقى واعملهم كور بالشكل ده على قد القرصه بتاعتي يعني انت على قد القرصه عامله قرصه صغننه جدا هتعملها اصغر من كده كمان عامله القرصه كبيره تخليها حلوه شويه مليانه حسب القرصه هتعملي بقى ايه الكور بتاعه الملبل او العجوه خلصتهم هو زي ما انتم شايفين نبدا بقى نحشي مع بعض بقى اول حاجه طبعا نشوف هنعمل ايه هنجيب العجين بتاعنا طبعا مش سبته يخمر ولا اي حاجه خالص لا انا سبت بس على جنبي كده اما جهزت الحشو بتاعي على طول هبدا احشي بالشكل ده طبعا امي كانت جنبيا فانا بديها شويه كده عشان هي كمان تشتغل برضو عشان هنا كنت بصور فهي ما عارفه تقعد معايا فطبعا مسكت بقى حته كده قطعه كده من العجينه وبدات بقى لفها على شكل كرة كده الاول وبعد كده هروح جايه بقى نفتحها كده من النص وهجيب الملبل او العجوه او المكسرات على حسب ما انت هتعملي واروح جاي احطها جواها وابدا كده برده اكورها تاني كده تبقى ناعمه معايا جدا زي ما انت شايفه بص العجين بتاعنا ما شاء الله ولا بيشقق ولا اي حاجه خالص زي الفل زي ما انت شايفاه الله اكبر عليه ناعم وطري اهو مش طري اللي هو الطريان يعني لا زي الزبده بسم الله ما شاء الله وبصي بقى شكله بقى اهو يا رب الطريقه بتاعتي تكون عجبتكم سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص وكمان ما خدتش وقت خالص خالص كده بقى تمام اهو هبدا بقى شكلها كده بصامة اول لما تخلصي على طول يعني بصي يعني اول كام واحد تعمليهم بصميهم على طول في ساعتها يعني ما ينفعش اللي انت الاول تقولي وبعد كده ترجعي تبصمي غلط لا انت هي اول صينيه هتحطي فيها كام واحده على طول وانت شغاله كده بصمي على طول اول باول ولو هتعملي برضو المنقاش نفس الحكايه انا عملت كام واحده كده منقاش كده قلت تغيير امي تقولي المنقاش ده كان من زمان انت يا بنتي رجعت لنا ايام زمان تاني <applause> ما عادش عندي دلوقتي بيعمل بيه الناس دلوقتي بتشتغل بالبصامه كل الناس هناك في البلد أزجت في البلد ولسه جايه هتقولي كل بتوع البلد عاملين الشكل البصامه ده ما حدش عامل المنقاش خالص بياخد وقت ومش عارفه ايه قلت ام بس هو بدي شكل احسن يعني حاسه بكده طلع جراه من نفسي انا كمان مش انا يعني فجربته بقى بصراحه عجبني بص الرسمه بتاعته واضحه وباينه وكده غير خالص التاني طبعا انا بعد ما خلصت الصينيه على طول كنت مسخنه الفرن ومدخلاها في الرف الوسطاني وطبعا مولعه النار من فوق من تحت يا كده خدت معايا لون من فوق ولون من تحت كده طلعتها على طول وبص الحشو بتاعها تحفه بجد وجميل جدا احنا عن نفسنا بنحب ناكل القرص كده من غير سكر من غير الكلام ده بس انا بعمل شويه كده برضو ايه قلت لو حد جنة يعني ولا كده يبقى برضو عندنا عشان نعيد بأكل سوا طيبين يبقى عندنا برضو من غير سكر احنا عامه بنحب كده ناكله كده من غير السكر بالشاي باللبن بقى وبالشاي نغطي كده فيه دي ما ايوه قد زي الفل كده شكله جميل جدا فعلا زي ما حاجه نظيفه كده عملناها في البيت احسن نشتريه من بره بتاع بره ده انا مش بقبله عن نفسي بحس كده اللي هو ناعم جدا 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 اما ده حلو فيه قرشه كده قرشه كده بسيطه فتحس طعمه حلو كده عكس خالص بتاع بره تحس انك بتاكل حاجه كده مش عارفه ده فيا رب الطريقه بتاعتي تكون عجبتكم سهله وبسيطه انا هعمل بسكويت برضو بس مش عارفه هنزله ولا لا وهعمل بدفور برضو ان شاء الله يلا السلام عليكم ورحمه الله اتاخرت معلش في الفيديو انا عارفه يعني الناس كلها عملت والناس كلها نزلت وانا الوحيده اللي لسه بخلص اهوت بس معلش بقى سامحوني كانت ظروف يعني كده والحمد لله عدت على خير يارب يكون الفيديو عجبكم تنسونيش بقي باللايك والاشتراك في القناه وتدعموني دايما بلايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم الحلوه وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته